بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنكمل باقي حلقات دروس برنامج AutoCAD Structural Detailing 2012. دي الحلقة التانية هنتكلم فيها إن شاء الله. إحنا كنا بنتكلم بدأنا الجزء التاني اللي هو الخاص بـ Reinforcement. نبدأ نتكلم على شوية مفاهيم وتعريفات أساسية في برنامج AutoCAD Structural Detailing 2012 الجزء بـ Reinforcement. كنا بدأنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على أول ثلاث ملحوظات اللي قلناهم في الفيديو اللي فات. هنبدأ نتكلم النهاردة على حاجة جديدة اسمها Drawing Scale. ال Drawing Scale بيقولك for all the objects drawn by means أي طريقة أنت ترسم بيها أي object of the options available in AutoCAD Structural Detailing، يعني هترسم بأي طريقة. Units chosen in the job preferences dialog box، بختار الوحدات اللي أنا هشتغل بيها من ال dialog box بتاع ال preferences الخاص بـ codes slash units tab. هختار أنا الحاجات دي وهنشرحها. دي لو جينا لاحظنا إن المرة الجاية على طول هنشرح على طول preferences ونتكلم على إزاي نعمل إعدادات الوحدات اللي هشتغل بيها ال units. كمان بيقولك إن ال units are selected for reinforcement lens، ببدأ اختار الريفورسمنت لينس ده، هل انت عايز تدخله بالسنتيمتر ولا بالمتر. كمان الريفورسمنت كفر، الكفر الخرسانة اللي انت بتعمله، والريفورسمنت دايمتر لو انت عايز تدخل قطر السيخ بتاع التسليح بتاعك. بقولك while working in AutoCAD structural detailing the user may adopt different work units، انت لازم تختار اليونت اللي انت هتشتغل بيها سواء مليمتر سواء سنتيمتر سواء متر. When starting working work in AutoCAD structural detailing reinforcement the default model scale is 21. بيقول لك ان السكيل الديفولت اللي هو عامل البرنامج بيبقى 21 زي ما احنا شفناها في الفيو اللي احنا انشأناه في الحلقة اللي فاتت. انشأنا عملنا كذا فيو وكان الديفولت سكيل قلنا هنرفع عليه 21. قال لك set object inspector في position والمين فيو، اي object من دول مرسوم في البوزيشن تاب او الاوبجكت انسبكتور او مين فيو هتلاقيه كله الديفولت سكيل 21. It means that all descriptions of bars and bar description as well as dimensions will be inserted in the scale 21. ده بيقول لك ان وما يتعلق بالالمنت اللي انت عملته اللي هو description of bars و bar descriptions as well as dimensions will be inserted in scale 21. وهنشوف بقى كده ممكن نغير السكيل دوت ازاي. بقول لك معلومة ملحوظة نوت، البارز ار اولويز درون ان ذا سكيل 1:1، لان هو بيديك البارز اللي هو يقصد بيه البارز اللي هو حديد تسليح، يعني رسمه اللي هو السيخ نفسه مرسوم بسكيل 1:1. ذا ديفولت سكيل مي بي تشينجد ان ذا lower بارت اوف ذا اوبجكت انسبكتور dialog box. هنعرف بعد كده بقول لك ممكن تغيروا السكيل ده عن طريق الاوبجكت انسبكتور في الاوبجكت انسبكتور. طيب كمان بيقول لك it's possible to work in the program in several scales، انت كده كده هتشتغل بكذا سكيل مختلف. At the same time using active views، انت الفيو اللي انت مفعله او كذا مسقط اللي انت انشأته هتشتغل لازم تشتغل بكذا سكيل. قال لك to do this create a few views، اعمل لك كام فيو عشان تبدأ تشتغل فيه. And define an appropriate scale from for them. وقال لك حدد السكيل المناسب اللي انت عاوز تشتغل بيه 21 25 51 whatever. كمان بيقول لك to draw objects in the scale، وليكن مثلا انت عايز ترسم بسكيل 51. قال لك activate the view with this scale، اعمل view بسكيل 51 واعمل له activate. قال لك it will be highlighted in red and into this view insert reinforcing bars. The scale of their descriptions will be 51. يبقى هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت هنوت وانت شغال بتبدأ تعمل لك كاريت فيو، زي ما قلنا ان انا عايز وليكن اعمل مثلا هقول خش على قائمة تولز واقول له كريت فيو، وهقول له والله اختار لي الفيو دوت وليكن بهذه الابعاد مثلا بهذا الشكل، وهقول له الفيو نيم، هقول له مثلا نيم هسميه مثلا فيو 1 view 1.
تمام، وهقول له برضو السكيل بتاعك هعمل كام، 1 لـ50 وليكن 1 لـ50. تمام، انا مجرد ما اخش على البوزيشن تاب هنا اهو هلاقي فيه الموديل، هلاقي فيه حاجه اسمها فيو 1، ده لو لاحظنا تحت ان السكيل 1 لـ50، هو قال لك ممكن تغير السكيل ده، انت عايز تغير السكيل ده، عايز تخليه 1 لـ50، 1 لـ100، 1 لـ20، زي ما انت عايز. فبيقول لك اول ما تعمل له هايلايتد كده بقى لونه احمر ريد زي ما هو قال لك، او لو جيت على مين فيو هيجيب لك زوم اوت، لو دخلت على فيو 1 تاني هيجيب لك يعمل لك هايلايتد عليه. فهو ده اللي كان بيقول. طيب بيقول اكتيفيت ذا فيو وذ سكيل، قال لك ات ويل بي هايلايتد ان ريد اند انتو ذا and into this view insert reinforcement reinforcing bars اللي انت عايز، هي التسليح اللي انت عايز تعمله. بيقول لك the scale of their description، انت تعمل description يعني هنا في عندنا description قدام description دوت اللي هو توصيف للسياخ، انت مدخل مثلا عامل 3 سياخ مثلا فاي 16، فالتلاته فاي 16 دي عباره عن description، قال لك هيكون بسكيل 1:50. قال لك كمان it should always be recommended that on the model tab the scale of an active view is adopted. في الموديل تاب زي ما احنا شفنا اهوت في الموديل تاب ان ده بيبقى سكيل ادابتد، ما هوش السكيل الحقيقي، ولا انت عارف ان السكيل الحقيقي بتاع الفيو دوت هو ال 51. طيب كمان بيقول لك the scale of the drawing presented in a select view may be changed by modifying the scale of this view. انت عايز تغير المحتويات اللي احنا قلنا اي حاجه ترسم جوه الفيو دوت، اي حاجه ترسم جواها تبقى بنفس سكيل فيو اللي انت عامله، فانت عايز تغير، يبقى غير مين؟ غير سكيل فيو دوت، روح على الفيو ده، روح عليه وقول له ان انا هغير سكيلك، اخليه سكيل وليكن 1 لـ25، يبقى اي حاجه ترسم جوه السكيل ده جوه الفيو ده هترسم بسكيل كام؟ سكيل 1 لـ20. تمام، بقول لك كمان السكيل موديفيكيشن، خلينا نتكلم على السكيل موديفيكيشن. بيقول لك السكيل موديفيكيشن concerns description of reinforcement distribution dimension lines text and the line scale. قال لك of reinforcement description، يبقى لو ما تعمل سكيل موديفيكيشن هيغير مع ايه؟ يتبع بالتالي concerns، هيغير معاه ال description of reinforcement distribution و dimension lines و text و line scale of reinforcement description. Like once is this once this is option is executed انت عملت الموضوع، عملت ال scale modification a drawing presented on the model tab shows the changed size of letters. هتلاقي بقى letters بتغير معاك وال labels و dimension، يقول لك بعد ما تغير ال scale هتلاقي الحاجات دي بتتغير بالتبعية معاك. قال لك when views created in different scales، لو انت عملت كذا view بكذا scale are inserted into a printout layout the size of the fonts and the dimension lines are identical، يعني هتكون متطابقه مع السكيل اللي انت عامله، يبقى كل الفونتات اللي انت عملتها والدايمنشنز بيكون متطابقه مع مين؟ مع السكيل اللي انت عملته للفيوهات المختلفه. يبقى احنا كده اتكلمنا على موضوع الدرونج سكيل، كان هو بيتكلم في مقدمه كده ازاي تبدا تتعامل مع الدرونج سكيل وازاي ابدا اغير وما الى اخره. قلنا ان الديفولت سكيل بتاعك كان 21، وعرفنا ازاي نغير لو انا عامل فيو ممكن ابدا اغيره من هو تقول ده سكيل 1:25 او الى اخره او الى اخره. طيب تعالى نخش على الحاجه الخامسه اللي احنا عايزين نتكلم عليها وهي البريفرنسز. احنا كنا قلنا في الدرونج سكيل اللي انا فيه عندي عايز اخش اعدل فيه اليونتس والكود بتاعتي اللي انا عايز اشتغل بيها، فقلنا في حاجه اسمها بريفرنسز وفي حاجه اسمها الجوب بريفرنسز. خلينا نبدا اول حاجه بالبريفرنسز ونعرف ايه هي البريفرنسز اللي هي المواصفات والخصائص اللي انا هبدا واعدادات اللي انا هبدا العب فيها. بيقول لك the option allows assuming basic parameters used in AutoCAD structural detailing the option is available. ازاي تجيب الاوبشن بتاع البريفرنسز ده؟ في كذا طريقه، احنا لما على طول بنشتغل بالريبون بيبقى اسهل شويه. هو ممكن قالك خش from the menu selecting the option reinforcement slash preferences، ديت لو انت شغال عن طريق المنيوز، لو انت شغال في كلاسيك شغال في reinforcement classic. لكن لو احنا شغالين طريقة الريبون هنخش على الطريقة اللي هي باللون الأحمر ديت by pressing the preferences icon. هنخش ازاي على الأيكون ده؟ قالك خش على زي ما احنا شايفين highlighted اهوت لل ASD structure element، وهخش على حاجة اسمها setting، وأخش على المربع اللي هو preferences اللي هو متظلل باللون البينك.
طيب كمان بيقول لك ان ذا اوتوكاد اوبشنز دايلوج اون ذا ستراكشر ديتيلينج جنرال سيتنج سلاش جنرال سيتنج تاب يو كان سيلكت ا ورك تمبلت فور اوتوكاد ستراكشر ديتيلينج موديولز اند ورك سبيس نيم. زي ما بقول لك الاي اس دي او الاي اس دي كلاسيك ده اللي احنا قلنا عليه ان انا بختار ورك سبيس مناسب. يعني هو بيقول لك انت دلوقتي واقف على الورك سبيس دوت. احنا جينا فوق اهو بصينا ده الورك سبيس بيقول لك انضاف على الاي اس دي انفورسمنت. ممكن تغير تاخد الاي اس دي انفورسمنت كلاسيك لو انت عايز تشوف كلاسيك انت او طريقة المينيوز لو انت عايز لو انت ساتسفايد معاها ولكن احنا مفضل في اوتوكاد ستراكشر ديلينج 2012 2010 ان احنا نشتغل بطريقه الريبون لانها اسهل وجميع الاوامر هتلاقيها والتولز هتلاقيها متوفره ومتاحه بطريقه اسهل كتير من الكلاسيك. فخلينا نرجع تاني للريفورسمنت اي اس دي ريفورسمنت اللي هو بطريقه الريبونز بتبقى طريقه اسهل شويه. كل بيتعامل معايا مع التو بانلز دول. فقال لك ايه؟ قال لك روح على اي اس دي ستراكشر المنت عشان تشوف ادي السيتنج اهي قلنا عليها. نخش على preferences لو انت عايز تشتغل على preferences وهنفتحها دلوقتي ونشوف فيها ايه. فبقول لك اختار ال workspace اللي انت satisfied معاه. كمان بيقول لك روح بقى للجزئية التانية اللي هو بيقول لك عايزين ال AutoCAD option دي يقصد بيها ايه. ان AutoCAD option dialog dialog لما فاكرين لما احنا كنا بنحب نعدل في ال AutoCAD platform العادي خالص في 2007 لما كنا نقول OP وقول له option فخش على القائمة الجميلة بتاعت الايه ال options دي. هو ده اللي بيقول لك عليه. بيقول لك افتح قائمه الاوبشنز دي. طبعا كانت بتظهر لنا القائمه دي على هذا الاساس على الشكل ده على طول ده الديفولت في الاوتوكاد اللي هو العادي خالص. ما كانش بقى الاخر واحد اخر تاب دوت ما كانش موجود اللي هو الاستراكشر ديتيلنج ده. طيب فبيقول لك بقى ابدا غير شويه اعدادات. قال لك خش على التاب اللي هو الاخير ده اسمه استراكشر ديتيلنج ده الجديد اللي هو في البلاتفورم دوت. بيقول لك بقى ابدا غير فيه. عندك شويه لو احنا جينا هنا على الجنرال سيتنجز بيقول لك غير بقى والعب زي ما انت عايز. عايز بقول لك هنا select a drawing template and work space. طبعا احنا كنا قلنا في شرح الفورم ورك دروينج على موضوع التمبلت ده كان مهم جدا بالنسبه للريفورسمنت والفورم ورك دروينج كومباتيبلتي ان هم يكون في توافق بين الاثنين بحيث لما اجي اقدر اصدر اعمل اكسبورت من الفورم ورك دروينج لاي فورم ورك دروينج element واخليه احوله الار للريفورسمنت. فقلنا ان احنا بغير ده بخليه نفس التمبلت ملف التمبلت بتاع لو فاكرين هو في الديفولت بتاع البرنامج او انت اول ما تعمل انستليشن للبرنامج هيلاقي دوت هو مكتوب RBCR001DWT. فاحنا غيرناه ل 44 عشان يبقى في كومباتيبلتي بين الريفورسمنت والفورم ورك دروينج لما اعمل عمليه تصدير بين الاثنين. هو كمان عايز تلعب في موضوع الريفورسمنت في الورك سبيس ممكن تغير من هنا بحيث يبقى ده الديفولت بتاعك او ان انت تغير من هنا نفس الكلام برضو ولكن احنا نستقر على قلنا الريبون بيبقى افضل بكتير. فدي الحته الاولانيه هقف على الامر ديت هنرجع بعد كده هنعرف ايه هو الستيل وايه هو الريفورسمنت اللي احنا شغالين فيه. طيب يبقى انا هقف هنا على الستيل ده سيبه من دلوقتي ونشتغل في الريفورسمنت وفورم ورك دروينج وهنوقف على هذه الاعداد هتقول اوكي. طيب اهو بشرح لك هنا بقول لك ان كان ال RBCR001 ده اللي هو بتاع اليونايتد ستيت ده بتاع الامريكا فايل اختار التمبلت المناسب واللي احنا قلنا هيبقى افضل حاجه اهو عندنا هي ايه. كمان تعالى نرجع نشوف بريفرنسز ديت لو انا عايز اخش عليها قلنا بريفرنسز يبقى انا دخلت من منطقتين جبت بريفرنسز فجاب لي على طول الاوتوكاد ستراكشر ديتيلنج او ان انا اخش منين قائمه الاوبشن اللي هو الاو بي وابدا اجيب نفس القائمه يبقى هي دي قائمتين قائمه واحده. يبقى احنا عرفنا ازاي نخش نعدل في موضوع بريفرنسز دي وعرفنا هنختار انهي حاجه افضل بالنسبه لنا. كمان بيقول لك the structure detailing tab اللي احنا كنا واقفين عليه دلوقتي in the option dialog box of the AutoCAD program can be divided into two main parts. اللي احنا لما كنا فتحنا قلنا ال OP او تعالى نخش على طول على preferences قلنا ان هو بيتكون من جزئين. الجزء اللي على الشمال ده اللي فيه general setting وال steel reinforcement والجزء اللي على اليمين اللي هو ده. كل ما تغير ان هو تختار من هنا option معين هيجيب لك ايه النافذه بتاعته. تجيب ال steel هتلاقي النافذة اتغيرت هتجيب الريفورسمنت هتلاقي النافذة اتغيرت. فخلينا نرجع ليه الجنرال سيتنج فتعال نشوف بيقول لك ايه. بيقول لك ان ذا ليفت هاند بارت على الجزء الشمال اوف ذا دايلوج بوكس از سيلكشن تري فروم ويتش ذا يوزر سيلكتس وان اوف ذا بروجرام بريفرنسز اختار البريفرنسز اللي انت عايز تعدل عليها يوزنج ذا ماوس كيرسر. طيب كمان بيقول لك ذا رايت هاند بارت اوف ذا سيلكشن تري انكلود
parameters corresponding to، هيبقى تتغير تبعا لمين؟ تبعا to the option selected by the user for from the selection tree اللي هي على ال left hand board. The box is updated after selecting an option. يعني زي ما احنا قلنا كده، بيقول لك انت كل ما تختار من هنا حاجه هيجيب لك هنا شكل، كل ما تختار من هنا حاجه يجيب لك هنا شكل، كل ما تختار هنا حاجه هيجيب لك هنا حاجه مختلفه زي ما احنا شايفين بيتغير تبعا لل preferences اللي انا ببدا اغيرها. يبقى احنا كل اللي خدناه في القائمه دي ال general setting فقط. طيب تمام، اهو بشرح لك هنا اهو بالصور، بيقول لك ان احنا دخلنا على options ودخلنا على حاجه اسمها الاستراكشر ديتيلنج، وقلنا هنوافق على الجزء ده، الجزء اللي هو الليفت هاند بارت والرايت هاند بارت، وقال لك بيتغير طبعا للدرايفر. كمان بيقول لك after selecting the reinforcement option in the selection tree the following dialog displays. تعال بقى نشرح موضوع ال reinforcement دلوقتي. احنا خلاص خلصنا general settings، تعال نخش على reinforcement. اول ما اختار reinforcement ما اتكتش عند ال plus ديت، انت كتبت على reinforcement عملت لها highlighted كده، فظهر لي النافذه الجديده اللي على اليمين ديت. تعال نشوف فيها ايه. الشكل اللي على الشمال دوت، الشكل على الشمال ده اللي انا معمول له سيلكشن، ده كان بتاع برنامج اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج 2010. الشكل اللي على اليمين ده انا حبيت احطه عشان اوضح لك ان في فرق بين 2010 اللي على اليمين بتاع 2012، ان لو لقيت هتلاقي هنا اول اتنين اوبشن موجودين، اول اتنين بعد كده الاتنين دول موجودين اهوت، هتلاقي هنا في اوبشن واحد ديسبلاي مسج، هتلاقي هنا في قدامه اتنين، فهو حط لك هنا اوبشن جديد اللي هو الاوبشن الثاني اللي هو بتاع ديسبلاي وورنينج اباوت تشينجز ابلاي تو ايدنتيكال ريفورسمنت، والاخيره موجوده زي ما هي. تعال نشوف يعني ايه. فاحنا ان شاء الله هنشتغل على جزء اليمين لان هو ده اللي احنا شغالين بيه اللي هو 2012. تعال ناخد قايمه كده ونشتغل عليها. ناخد اول حاجه اللي هو المربع اللي هو المتظلل ده اسمه اوتوماتيك تيبل ابديت. يعني بقول لك الاوتوماتيك تيبل ابديت if this options option is switched on، لو انت عملت علامه صح كده جنب الاوبشن ده يعني انت فعلته، then while working in the program reinforcement tables will be updated automatically. اي تيبل انت تحطه هيبدا يعمل له عمليه ابديت اوتوماتيكلي after changes are made in the drawing. يعني انت حطيت تيبل وبعد كده حبيت تغير في الموديل بتاعك، انت تغير حديد تسليح معين، تغير ديسكريبشن معين، تغير اي مواصفات انت عايز تغيرها، فهتلاقي التيبل نفسه بيتعمل له ابديتد اوتوماتيكلي. طيب الخيار ده مهم جدا، يبقى انا لازم اعلم على الامر ده. طيب تعال نتكلم على الحاجه الثانيه، ريفورسمنت تيبل فور تيبيكال ستراكشر. لو احنا خدنا الاوبشن الثاني ريفورسمنت تيبل فور تيبيكال ستراكشر، عندي حاجتين، عندي اما تعمل كرييت سيبر تيبل فور ايتش اليمنت بي ابديت اكزيستنج ريفورسمنت تيبل. يعني بقول لك اهو، بيقول لك ان الاوبشن ده لو انت اخترت فيه، بيقول لك enables the user to select the method، اختار طريقه of generating a table for typical structure element سواء column سواء beam سواء split footing سواء pile cab سواء pile. Like the table may be generated for every element on of an RC structure separately. ممكن تعمل لكل element انت حطيته عملت له model تعمل له table منفصل مستقل بذاته. Or an existing، يبقى اختار امر من الاثنين. الامر الثاني ان انت or، يبقى ده الامر الاولاني خلص. الامر الثاني هو ايه بقى؟ هيقول لك عليه اهو، او بيقول لك an existing reinforcement table may be updated after adding another element to another element of an RC structure. تعال نقرا كده بالعربي، بيقول لك هذا الخيار بيتيح لك ان تتحكم في عمليه كيفيه انشاء جداول تسليح، وهناك خيارين. الاول هو ان يتم عمل جدول تسليح لكل عنصر على حده، قلنا زي العمود لوحده والكاميرا لوحدها والقواعد المنفصله لوحدها وهكذا، في جدول منفصل مستقل بذاته. ده الامر الاولاني اللي هو اسمه create separate table for each element. الامر الثاني هو بيقول لك عليه هو ان يتم تحديث الجدول تلقائيا عند اضافه اي عنصر اخر، يبقى هخليهم كلهم في تيبل واحد، ولكن كل ما نضيف حاجه واضيف element جديد هيبدا تعمل له update existing reinforcement table. وانا بفضل ان انا اعمل create separate table for each element، ان انا انزل كل element لوحده وبعد كده عايز اجمع ممكن اجمع اعمل export لملف اكسل مثلا وابدا اجمع اللي انا عايز اجمعه. طيب يبقى احنا كده خدنا اول امرين دول وعرفنا هنختار ايه فيهم. تعال نشوف تالت حاجه، بيقول لك display message warning about identical reinforcement in the drawing. بيقول لك if this option is switched on، لو انت مشغل الاوبشن ده، قال لك then while working with the program the user is informed، بيديك معلومه كده، يديك alarm كده about the identical reinforcement being present. يعني بيقول لك ان في هنا تطابق في الرينفورسمنت، فبيديك طبعا كل ما تخلي برنامج
يديك رسائل بتنبهك كده بيكون افضل. فانا افضل ان انا اعلم على الاوبشن ده display message warning about identical reinforcement of the drawing، لو انت في حاجه خطا انت عملته هينبهك ليه. تعال نشوف الرساله الجديده اللي هي موجوده في 2012 ومش موجوده قبل كده. بيقول display warning about changes applied to identical reinforcement، وانت عدلت في اي مقطع من مقاطع الحديد التسليح ديت عشان تعرف اذا هي متوقفه ولا لا، فاختار الامر ده. بيقول لك if this option is selected you will be informed، برضه هديك معلومه about possibility to transfer all changes to identical reinforcement element elements without changing their position number. مش هيغير لك البوزيشن نمبر بتاعها، ولكن هيقول لك يبدا يعمل لك عمليه تطابق ليها ويديك معلومه ان هل هي مطابقه ولا لا. ده الاوبشن دي اللي هو كان موجود في 2012. يبقى احنا قلنا هنختار الاثنين دول مع بعض. تعال نشوف اخر حاجه، بيقول لك الدايمتر اوف البينت بارز بريزنتد از. انت عايز تخلي حديد متكسح، لو بينت بار لو حديد متكسح في الكاميرا مثلا عايز تخليه يظهر ازاي، فبيقول لك الدايمتر اوف البينت بارز بريزنتد از، بيقول لك enables the user to choose the method of presenting the diameters of paint bars they are expressed بتعبر عنها either in selected units، اما تختار بي اليونتس بالمليمتر or as a multiple of reinforcing bars diameter، ان انت تضربه زي ما انت شايف النمبر مضروب في الفاي اللي هو multiple of bars diameter. طيب دي كده البيست فيت زي ما بيقولوا او البيست تشويس للامر اللي احنا هنختاره. قلنا وانا واقف على reinforcement هبدا افعل الامر ده automatic table update، وابدا اختار create separate table for each element، وابدا اعمل عمليه display message warning صح هو موافق على الرساله الاولى والرساله الثانيه، وابدا اختار diameter of paint bar خليها ممكن اوافق على الاوبشن ديفولت اللي هو الملي متر. طيب تعالى نخش كده نعمل كمان فوكس كده على الريفورسمنت، واخش الاقي في بعام بلس اللي احنا قلنا عليها ديت اللي انا لسه ما فتحتهاش لغايه دلوقتي. هبدا افتحها واشوف ايه اللي جوه هذه البريفرنسز. هلاقي في حاجه اسمها الديسكريبشن بارامترايزيشن. الديسكريبشن قلنا المقصود بالديسكريبشن هو توصيف الحاجات اللي انت بتدخلها، يعني زي ما قلنا انت بتوصف تسليح معين فبتقول مثلا 5 في 16 4 في 12 هو ده اسمه اي ديسكريبشن. بيقول لك افتر سيلكتنج ذا رينفورسمنت، اختار رينفورسمنت وبعدين خش جواها هتلاقي في حاجه اسمها الديسكريبشن ديسكريبشنز بارامترايزيشن اوبشن، اختار اوبشن ده. قال لك فروم ذا سيلكشن تري اللي هي على الليفت هاند بارت، قال لك ذا دايلوج انكلودز اوبشنز تو سيت ديفولت سيتنج فور ديسكريبشن اوف بارز اند بار ديستريبيوشن. يبقى هتختار الديسكريبشن of bars بي بار ديستريبيوشن. تعال نشوف، هو عندي مربع اللي هو الصغير ده، عندك حاجه اسمها بار ديسكريبشن وعندك حاجه اسمها ديستريبيوشن ديسكريبشن. البار ديسكريبشن اللي هو يقصد بيه الحديد نفسه، يعني زي ما قلنا كده عندك في حاجه اسمها البار ديسكريبشن اللي هو اقول ال 5 في 12 مثلا، وحاجه الديستريبيوشن اللي هو التوزيع انت عايز توزعهم ازاي، يعني انت عايز تفردهم هتقول كل سيخه تقول ولا اقول ان الخمسه مجموعه الخمس في السيخ دول في 16 هم كلهم على بعضهم، فده يقصد بيه الديستريبيوشن ديسكريبشن. تعال نقرا كده ونشوف واحده واحده. خلينا نبدا بيه البار ديسكريبشن. يبقى انا عندي امرين، عندي بار ديسكريبشن وعندي ديستريبيوشن ديسكريبشن. البار ديسكريبشن نبدا بيه الاول، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الديسكريبشن عايز انت تختار ديسكريبشن اون ذا اكستنشن لاين ولا الاكستنشن لاين، شوف انت عايز تختار ايه. فبيقول لك ايه؟ لو انت اخترت الديسكريبشن اون ذا اكستنشن لاين اوبشن، لو انت عامله اوف يعني انت مش مختاره كويس، البار ديسكريبشن از انسيرتد از شون ان ذا دروينج بلو، هتلاقي كده ده السيخ اهو اللي هو باللون الازرق ومكتوب الليبل اللي هو عليه 1 دوت ومكتوب عدد السياخ اللي هو النمبر مثلا 12 في طول مش عارف قد كذا، او ده الفاي مثلا 12 في طول قد كذا. هل انت عايز تظهره بالشكل ده؟ او لو انت مخليه اوف يبقى هو هيظهر بالشكل ده. طيب كمان بيقول لك الديسكريبشن اون ذا اكستنشن لاين، ده الامر التاني. لو انت الديسكريبشن هو بيقول لك بقى الديسكريبشن اون اكستنشن لاين، لو هو سويتشد اون هيبقى شكله عامل ازاي؟ قال لك البار ديسكريبشن از انسيرتد از شون ان ذا دروينج بلو، هيبقى بالشكل ده. ده الشكل ده اللي هو ان انت تختار يبقى عندك فيه اكستنشن لاين كده تمام، وعندك ده الديسكريبشن موجود على مين؟ يبقى في لينك بين الديسكريبشن وبين الاكستنشن لاين. هنا مفيش، هنا الديسكريبشن فين؟ بره في الهواء. هنا معمول على مربوط بالاكستنشن لاين، هنا مربوط بالاكستنشن لاين حسب ما انت بتحط كام نقطه للاكستنشن لاين. يعني حط نقطه 2 3 يعني حط نقطه 2 فجاب لك الوضع ده والوضع ده. فانا افضل ان احنا طبعا هنسيبه
معلم يعني نعلم عليه كده يعني. لو احنا دخلنا كده description on extension line. طيب تعالى كمان نعمل نشوف الامر التاني. الحاجة التانية بقى اللي هو ال extension line. ايه ال extension line ده؟ بيقول لك ال extension line option لو هو معمول switched off ال bar description is inserted as shown in the drawing blue. يبقى الليبل لوحده من غير ايه السهم الصغير leader ده. الليدر ده هو ال extension line. طبعا انا افضل ان انا اخليه اون، يبقى انا هوافق على الاثنين دول ان انا بدل ما هما كده اهوت هعلم عليهم هما الاثنين. الاثنين دول هينفعوني يدوني شكل مريح شويه في موضوع الديسكربشن. طيب تعال نتكلم عن حاجه ثانيه، الديستريبيوشن ديسكربشن. ده مقصود بالديستريبيوشن بقى ان انا بقول لك هو موزع لك الحديد ده كله، ده الديستريبيوشن دي كلها عدد الاسياخ ومسافات وما اعرفش ايه. بيقول لك 20% يبقى انت عامل 20 سيخ في 100 مسافه مثلا ولا حاجه. طيب بقول لك ايه، لو انت عملت الديسكريبشن اون ذا اكستنشن لاين اوبشن لو انت قافله هيبان لك بالشكل ده. هي برضه مفيش علاقه بين الكلام المكتوب بالاكستنشن لاين، لو انت عامله اون هيبقى مربوط بالاكستنشن لاين دوت. يبقى انا افضل ان انا طبعا اختار الامر ده يبقى اعلم عليه زي ما هو متعلم كده. تاني حاجه بقول لك الاكستنشن لاين اوبشن، قال لك لو انت عامله بقى اون هيبقى باين بالشكل ده، يبقى ده اون وده اللي فوق ده ايه اوف. طيب ال extension line option switched off لو انت الامر التاني اللي هو ده extension line ده لو هو معمول off هيبقى قدامك لك بالشكل ده ان مفيش extension line. طبعا شكله بايخ شويه فانا اختار افضل ان انا اعمل له ايه، اعمل له عمليه اختيار. يبقى ده كده هو اللي انا بسميه best choice ان انا اختار الاربع boxes دول واعلم عليهم عشان يديني شويه flexibility جوه البرنامج. يبقى عرفنا كده قائمة بريفرنسز دخلت جواها ودخلت جوا الاستراكشر ديتيلينج، عدلت الجنرال سيتنج اخترت الحاجات دي كلها صح، والفرو فولس مين اخترت الحاجات المعينه ديت، وبعد كده رحت داخل على الديسكربشن بارامترايزيشن ودخلت عدلت فيها وهو الابلاي اوكي. بقول لك نوت، a change of the default setting in the path dialog affects the way new description are inserted. يعني هو هيأثر افكتس فين بس؟ الافكتس ده هيظهر في النيو ديسكريبشن، انت اي حاجه تحطها جديده ار انسيرت، ولكن الديسكريبشنز ويتش وير ديفايند ايرليير دونت تشينج. يبقى الحاجات اللي انت عرفتها للبرنامج قبل كده عملت لها تعريف وديفاين مش تعدل، فبتضطر ان انت تبدا تعدل اعدادك الاول قبل ما تبدا ترسم اي موديل. يبقى احنا كده شرحنا قائمه البريفرنسز تمام كده، وقلنا الحاجات الاوامر اللي جواها وابدا اختار ايه عشان يبقى مناسب بالنسبه لي، يكون معايا مناسب للبرنامج بالنسبه لي. ان شاء الله المره الجايه هنكمل في حاجه اسمها الجوب بريفرنسز لو احنا دخلنا عليها. دي الحلقه رقم 6 اللي هي الجوب بريفرنسز، ونبدا بقى نعرف شويه معلومات اكتر عن البرنامج. احنا كل ده لسه نعرف معلومات عن بره البرنامج، يعني احنا بناخد بس معلومات ان البرنامج بيشتغل ازاي وعدل في ايه واعمل ايه، لكن نخش بقى في تصميم البرنامج بقى ونبدا نعرف شويه حاجات ابدا تبقى مؤثره معايا بالنسبه لي لما ابدا اخش اعمل للبرنامج شويه اوامر مختلفه. فهخش اشوف ايه هي الجوب بريفرنسز دي ونكمل المره الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.